الكابتن فالح موسى، السفر المبالغ به لاتحاد الكرة الحالي أمر معيب، وسفرات هذا الاتحاد بسنة واحدة تجاوزت سفراتي وأنا في الاتحاد السابق بخمس سنوات. هذا الكلام سابقا كان يعني انتم عايشين يعني انتم قريبين من الاتحاد، يعني انا المتحدث واحد من العالم كنت قريب جدا من الاعلام ودائما اتكلم بكثير من الامور اللي تخص عمل الاتحاد، يعني دائما كانوا رؤساء الوفود ممكن حتى يحيرون بتدبير مبلغ المعسكر او البطوله وبعدين النوبه اللجنه الاولمبيه تعطينا ممكن هذا. اليوم الاتحاد يعني الوفره الماليه عنده شقد ما اعرف اني، العقود الرعاية اللي موجودة ما أعرف إيش قلت، اللي كانوا يتكلمون على شيء يعاب على الاتحاد السابق واليوم يجي يكرر هذا الأمر بشكل أكبر، أعتقد أنه هذا شيء يعني أنا حسبت في بالي، حسبت عمر الاتحاد هذا قصة لسنة ونص، حسبت أنه أنا على مدار خمس سنوات ما مسافر بقد ما مسافرين أعضاء الاتحاد لحد هذه الفترة، لذلك أنا أقول هذا العدد الكبير اللي بالسفر كل مرة يروح كل اثنين ثلاثة يروحون، أعتقد أنه هذا مبالغ به وما يصير أنا أعيب شيء على ناس وبالتالي أنا أسوي نفس العيب، لذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يراجع من الاتحاد. إذا تجي تقول لي الهيئة العامة وتراقب المال العام وتجي تحدد أولويات الاتحاد، هذا هذا الشيء يجب ان يحدد من قبل الاتحاد اولا، وبعدين الهيئه العامه انا بالنسبه لي ما اقدر اراهن عليها في شيء ممكن انه يخدم المصلحه العامه، دائما هناك المصالح الشخصيه مفضله على المصالح العامه.